et des enfants d'une manière générale, il faut signaler quand même que notre pays a réalisé des avancées qui sont considérables, qui sont très importantes. عندهم الرغبه وعندهم الطموح باش يتجاوزوا هذه الصعاب وحتى هما يديروا مشروع الحياه ديالهم اللي ممكن يضمن لهم يصون لهم الكرامه ديالهم ويضمن لهم الكفه ديال الحقوق ديالهم. شكرا. عمر سعدون مسؤول على قوت محاربه تشغيل الاطفال بجمعيه انصاف. بالنسبه لجمعيه انصاف تتوفر على واحد البرنامج من اجل يعني المساهمه في المحاربه ديال تشغيل الطفلات خادمه البيوت. هذا البرنامج اللي بدا الاشتغال ديالو من 2005 على مستوى اقليم شيشاوه، وتمت ايضا يعني توسيع المجال ديال الاشتغال ديالنا باش يشمل الاقاليم ديال قلعه الصراغنه واقليم ديال الحوز. البرنامج تيرتكز على اربعه ديال المحاور. المحور الاول وهو يعني اعاده ادماج الطفلات الخادمات بالبيوت، وايضا ادماجهم في الاسر ديالهم والمدرسه، وضمان المواكبه ديالهم والتتبع ديالهم من اجل ايضا تمكينهم من يعني متابعه الدراسه ديالهم. كاينه واحد المجموعه ديال النتائج اللي حققتها الجمعيه من خلال يعني تدخل ديالها على مستوى الاقاليم. على استطعنا اننا نقضوا ما يقارب 554 فتاه، وبالتالي من بين هذه المجموعه ديال الفتيات عندنا 32 بنت اللي كانوا خادمه البيوت اللي حصلوا على البكالوريا، وهذا تاكد على انه ولا توفرت الرعايه وتوفرت التأطير. فهاد الفتيات تيبينوا على رغبه وعلى حماس باش انهم حتى هما يكون عندهم واحد المشروع ديال 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 الحياه. انيس مغري خبير الاعلام والتواصل باليونيسف، اليوم شفنا الوصله التحسيسيه ديال جمعيه انصاف من اجل الحد من ظاهره تشغيل الفتيات القاصرات في العمل المنزلي. القانون كان فيه واحد قفزه نوعيه في سنه 2018 بحيث انه اول مره كيمنع تشغيل الاطفال دون سن 15 سنه في العمل المنزلي، ولكن لا زال يسمح بتشغيل الاطفال ما بين 16 و 18 سنه. اليونيسف لا زالت ترافع باش انه الاطفال ما بين 16 و 18 عام يتمنع التشغيل ديالهم بصفه نهائيه في العمل المنزلي، لانه العمل المنزلي يعتبر من الاعمال الشاقه اللي كتهدد الصحه وكتهدد التطور والنمو ديال الطفل في هذه الفتره هذه. الطفل حتى 18 سنه المكان ديالو هو المدرسه والتعلم والتمتع بحقوقه جميعا. اليوم نحن كذلك نضم صوتنا للمجتمع المدني من اجل استمراريه المرافعه، من اجل القضاء على ظاهره تشغيل الاطفال بما فيهم تشغيل الاطفال في العمل المنزلي.